طنط اتأخرت قوي، وانا عايزة اروح لماما عشان اجيب لها العلاج. ماما. ايه يا امنية يا حبيبتي؟ انا كنت قلقانة عليكي قوي يا ماما، انا صحيت من النوم لقيتكيش جنبي على السرير يا ماما. لا يا حبيبتي ما تقلقيش، انا لقيتك الاوضه جوه خانقه قوي يا امنيه ورطوبه، قمت اتسندت كده على مهلي قلت اطلع اشم شويه هوا يا حبيبتي. طب ما قلتيش ليه يا ماما انا سندت؟ انا قلت يا حبيبتي ترتاحي شويه قبل ما تروحي الدرس بتاعك. طب ماما نعم. الدكتور قال لك ايه؟ حبيبتي ما الدكتور قال لازم اخد الدواء وبعد كده اعمل العمليه. خدتي العلاج طيب؟ حبيبتي علاج ايه بس، ده احنا حتى انا مش عارفه النهارده هناكل ايه يا بنتي، ده احنا ما عندناش حتى جنيه واحد في البيت. طب ماما ليه بابا ما يصرفش علينا زي ما كل اصحابي ابوهم بيصرف عليهم؟ ابوك يا بنتي من ساعه ما انا تعبت مشى وسابنا راح اتجوز اللي كان بيحبها. اقول ايه بس عليه يا امي، انت عارفه يا بنتي قلبي مش بيرضى يدعي عليه عشان خاطرك انت بس. الله يسامحه الله يسهل له يا بنتي الله يسهل. معلش يا ماما. طب انا عامل لك ايه حبيبتي؟ ما تعمليش حاجه، انت رايحه الدرس صح؟ ايوه ماما. انا ممكن انا اشتغل عادي. نيه انا خاف عليكي يا حبيبتي، الناس وحشه في الشارع، الناس ما بترحمش يا ماما. اسمعي الكلام، انت رايحه الدرس بتاعك؟ ايوه. طب انا معيش فلوس يا بنتي، فلوس الدرس. يا ماما مش مهم يا ماما، مستر احمد طيب قوي يا ماما، مش هيكلمني على الفلوس، طيب شبهك كده. ربنا يخليكي يا حبيبتي، المهم بس تاخدي بالك من نفسك. حاضر يا ماما. ماشي الله يروحي ما تتاخريش. ربنا يخليكي يا حبيبتي. روحي الدرس يا ماما. ماشي ما تتاخريش عليا يا ماما. لو سمحتي. نعم هجيب لك كيسه، اتفضلي نقي اللي انت عايزاه. لا انا مش عايزه حاجه. هو انا ممكن اشتغل معاكي؟ تعرفي انا ممكن اشتغل سيئه لك، انضف لك المكان ده كله، اخليه لك فله، اصل انا عايزه اجيب لماما العلاج عشان تعمل العمليه، والنبي عشان خاطري. وتشتغلي انت بقى وانا اقعد في البيت، يجي صاحب الشغل بقى يلاقيكي متعلمه وبتعرفي تحسبي يمشينا انا، صح؟ لا لا. هو قال لي لا، مش انت متعلمه يا اختي؟ ايوه. ما خلاص، ما هو عايز واحده متعلمه، هيمشينا انا بقى واقعد في البيت انا، صح؟ صح؟ غوري من قدام يا بنت بدل ما اعملك كفته. حاضر. لو شفتك في المنطقة دي تاني هجيب طوبه وافتح لك دماغي. كابتن لو سمحت. نعم عايزه تشتري حاجه؟ لا انا مش عايزه اشتري حاجه. امال ايه؟ بصراحه هو انت مفيش عندك شغل؟ شغل؟ اه انا ممكن اعمل اي حاجه. تعرف انا ممكن اسيق لك المكان ده كله، اخلي لك فله واظبط لك الالعاب دي كلها. لا ما عنديش شغل، يلا طولي من هنا. ما انا ماما تعبانه وعايزه اجيب لها العلاج عشان تعمل العمليه. ماما تعبانه؟ ايوه. اه وانا كل يوم بقى واحده هتيجي تقول لي ماما تعبانه، بابا تعبان، خالتي تعبانه، بطلوا تسول بقى واحنا لاقيين نبوة عشان يشغلوكوا عندنا. انا مش بضحك عليكوا والله، وتعالى شوف ماما كمان. تعالى شوف ماما. ايوه. انا هطلع لها بطاقه، يلا يا ستي طولي من هنا. يلا بطلوا شحاته. بس انا كنت بسالك بس، خلاص انا اسفه. مبقاش عندي ثقة في حد من اللي أنا شفته في حياتي، زمان أنا خدت درس وغلطتي ما ذاكرتهوش، أنا خدت الضربة بجد من أقرب ناس في حياتي، مش أهلي دول والله لا أقسم بالله وحوش. كل سنة وانت طيب يا باشا، كل سنة وانت طيب. وانت طيبة. طب اتولي شوية طيب عشان تعرفي تمسحي. انا بعرف اعمل كل حاجة. طب خد يا حبيبتي تعالي. نعم. خد، كل سنة وانت طيبة. وانت طيب يا باشا. وانت بتشتغلي ليه؟ عشان بابا تعبان وظروفنا صعبة وانا بشتغل عشان اساعد بابا. انت اسمك ايه؟ هند. اسمك هند؟ اسمك جميل قوي. خد يا هند. ربنا يخليك. انت زي العسل. 10 جنيه كمان اهي. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخلي لك عيالك، انت اطيب واحد انا شفته في حياتي. ربنا يخليك يا حبيبتي. عاوز حاجه؟ شكرا يا حبيبتي. مش عايزه اي حاجه انت؟ عايزه سلامتك. سلام. سلام. لو سمحتي. نعم. هو انت بجد باباكي تعبان؟ اه. تعرفي انا كمان ماما تعبانه وعايزه اجيب لها العلاج
عشان تعمل العملية، وظروفنا وحشة قوي، وبابا منفصل عن ماما، مش بيبعت لنا فلوس، مش عارفة اعمل ايه. واحكي للناس كلهم عشان اقول لهم انا عايزة اشتغل معاكم، مفيش حد راضى وكلهم بيزعقولي ويشتموني. طب بصي، خدي الفوطة دي مني ليكي وتخشي على العربية. كل سنة انت طيب يا باشا، كل سنة انت طيبة يا مدام، ربنا يخلي لك عيالك، ربنا يخلي لك عيالك، هما بيحبوا الكلام دوت. وانت عارفة الزبون ده طيب قوي، عطينا 20 جنيه. يعني لما اقول الكلام ده هيديني 20 جنيه ويديني فلوس؟ ايوه. متأكدة؟ ايوه متأكدة. ماشي انا اسمع كلامي. طب بصي، خدي الفوطة ديت وادعيلي لبابا. طب ماشي، انا هدعي لكم باباكي، وانت كمان ادعي لي لماما. ماشي، لو يا ربنا يشفيك. ربنا يشفي لك مامتك. شكرا بابا، مع السلامه. قالت لي اقول ايه؟ كل سنه وانت طيب يا عمو، ربنا يخلي لك عيالك يا رب. وانت طيبه يا حبيبتي. هو انتوا اخوات ولا ايه؟ لا يا عم، احنا مش اخوات. انت اسمك ايه بقى؟ انا اسمي امنيه يا عم. طب بتشتغلي ليه يا عم؟ انا بشتغل عشان ماما تعبانه وعايزه اجيب لها العلاج يا عم. هي بجد مامتك تعبانه؟ ايوه بجد يا عم، ولو انت عايز تشوف ماما تعالى اشوف، انا مش بكذب عليك. خد يا حبيبتي 20 جنيه زيها. بجد يا عم؟ بجد. ربنا يخليك يا رب. لو انت مامتك تعبانه بجد، ربنا يشفيها. ربنا يخليك يا عم يا رب، ويكرمك ويبعد عنك اي شر يا عم. ويقعد لك كل الحلو ده كله منين؟ هي قالت لي قولي له كده عشان يديكي فلوس. انت بدا من جوه. شكرا يا عم. العفو يا حبيبتي، مش عايزه اي حاجه؟ لا، على سلامتك. كل سنه وانت طيبه يا مدام، ساعديني والنبي يا مدام، ربنا يخليكي يا مدام. اتفضلي يا حبيبتي. شكرا يا مدام. ينفع تديني 5 جنيه كمان؟ انا جعانه ما اكلتش، عايزه اكل. والنبي يا مدام، ربنا يخليك يا رب ويخلي لك عيالك. والنبي يا مدام، انا لو اديتك 5 جنيه تاني اجيب بيها فطار؟ اه. ماشي، انت اسمك ايه بقى؟ انا اسمي مكة. اسمك جميل يا مكة، اتفضلي. ربنا يخليك. ماشي، يلا روحي هاتي الفطار اللي انت عايزاه. شوف، افطري ايه بقى؟ هفطر بتنجان. ماشي يا ستي. ماشي. يا نهار ابيض، يعني انا كنت عايزه امسح العربيه وهي راحت تمسحها قبليه وقلت ماشي، وكمان طلعوا حراميين. طب طنط عطتهم فلوس، ليه سرقوا الشنطه بتاعتها؟ وطنط كمان ما خدتش بالها. انا لازم امشي وراهم واشوفهم هيعملوا ايه. انت عملت ايه يا مكة؟ اصل انا ما قلتلكش يا كيمو، مسحت لها العربيه وعطتني 5 جنيه بس. استنتنا عيط لها لو النبي يا مدام، عشان خاطر ربنا يخلي لك عيالك، هاتي 5 جنيه كمان، انا عايزه افطر ما فطرتش. عطتني 5 جنيه عشان اسهل لك الموضوع وتعرف تسرق الشنطه. لا جدع يا مكة، مكة شوفي حد بص علينا كده ولا حاجه. يا كيمو ما تخافش يا كيمو، المكان دوت امان. اسالني انا، اصحابه ما بيجوش فيه اصلا. اسالني انا، اصل انا كل يوم هنا. جدع يا مكة، تعال نشوفه فيها ايه. يلا. ايه ده ايه ده؟ كل دي فلوس؟ ايه الفلوس دي كلها يا مكة؟ دي فلوس يا معاوي. ايه ده؟ وتليفون ابو 3 كاميرات. فلوس تاني يا مكة. دي فلوس يا معاوي يا كيمو. ده ابوك هيفرح بينا قوي النهاردة يا مكة. عندك حق يا كيمو، ما يلا بينا. كفايانا كده. كفاية ايه يا مكة؟ ده انا لازم اجيب شنط تاني عشان ابوك غلبان يفرح بينا. ده انا كيمو يا مكة. طب ما انا برضو مكة يا اخويا، نسيتني ولا ايه؟ ماشي يا مكة، يلا بينا. يلا يلا. انا لازم اخد الشنطه وارجعها لصاحبتها. طنط اتاخرت قوي، وانا عايزه اروح لماما عشان اجيب لها العلاج. عايزه اديها الشنطه بقى. اعمل ايه يا
دلوقتي. اه هعمل لك محضر، استني بقى. طب معلش كده يا حبيبتي، وسع كده حبيبتي، مش ناقصاكي. عايزه ايه مني؟ هي دي الشنطه بتاعتك صح؟ ايوه شنطتي يا احمد، شنطتي، فلوسي اهي، فلوسي وتليفوني. تلاقيها فين يا حبيبتي؟ والفيزا هو. الحمد لله يا رب. انت جبتيها ازاي ولقيتيها فين؟ انا هقول لك يا طنط، في بنت كانت بتمسحها في العربيه، اخوها جه من ورا العربيه واخد منك الشنطه وهي كانت بتكلمك، انت ما خدتيش بالك وجلبي. البنت اللي جت اخدت مني مرتين 5 جنيه. ايوه صح صح، في بنت جت اخدت مني فلوس. انت ما خدتيش بالك يا ندى؟ ازاي يعني ما خدتش بالي؟ والله. وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ انا شفتهم هما الاثنين ومشيت وراهم ولقيتهم خبوا الشنطه في مكان واستنيتهم يمشوا واخدت الشنطه عشان ارجعها لك يا طنط. سمعتهم؟ انت عارفه مكان العيال دي يا حبيبتي؟ ايوه. وكمان تعالى وريهم لي عشان اقسم بالله ما هسيبهم. خلاص هنزل فيهم ضرب. خلاص يا احمد، اهم حاجه الشنطه معانا. وسمعتهم وهم بيقولوا ان هم يروحوا يسرقوا شنطه كمان. والله العيال دي لازم يتبلغ عليها. مش عارفه اشكرك ازاي والله، ربنا يخليكي. شكرني على ايه يا طنط؟ وانت بتشتغلي شبههم بالظبط؟ لا يا طنط، انا اول مره امسح عربيات. بصي دي الفلوس اللي انا اشتغلت بيها اهي، ده اول يوم ليا. طب وانت بتمسحي عربيات ليه؟ يا طنط انا بمسح عربيات عشان ماما تعبانه وانا عايزه اجيب لها العلاج، وبابا سايب ماما اول ما تعبت، مفيش حد بيصرف علينا. يعني فاضطريت انا امسح عربيات. يعني انت يا حبيبتي محتاجه فلوس، وكان معاكي الشنطه دي مليانه فلوس وفيها التليفون. غالي قوي، ما تاخدهاش. ايوه طبعا اخدها ليه، دي مش بتاعتي. هي ما خدتهاش عشان هي جدعه وشاطره وماما عايزه تعمل العمليه، وانا قدرت اشتغل. بنتي دي نظيفة يا احمد، ولازم نساعدوها يا احمد. كان ممكن تسمع في الشنطة والفلوس اللي جواها وتاخدها وتمشي. وبصراحة امانة بعد كده انا ما شفتش، بامانة ما شفتش يعني. بصي يا قمر، عشان انت جدعة وانا مصدقاكي في كل الكلام اللي انت قلتيه، تعالي معايا ووديني عند مامتك واحنا متكفلين بكل حاجة ليها. ليه يا طنط؟ انت لو تعبانة هنعالجوها. بجد؟ ايوه طبعا بجد. انت تعالي شوفي ماما ازاي؟ تعالي شوفي ماما تعبانة والله خالص والله العظيم. طب انا والله ما بضحك عليكي. انا مش بجد ما تحلفيش. انت بجد يعني كل حاجه ماما محتاجاها انا تحت امرك يعني، ومش هتشتغلي تاني تمسحي عربيات بجد يا طنط؟ بجد. يلا تعالي قبي بقى معانا العربيه ورينا. انت بتتكلمي بجد؟ ايوه يا حبيبتي، مش مصدقاني ليه؟ شكرا يا طنط، ربنا يخليك يا رب. انا اركب عادي؟ ايوه تعالي تعالي القبي يا رب. يلا يا قمر، بس كلامك كله بجد صح؟ ايوه والله. تعالي القبي، يلا خديني جنبك بقى، عايزه اركب جنبك شنطه. البيت قريب من هنا يا حبيبتي؟ ايوه يا عم، الشارع 9. طنط. ايوه يا حبيبتي. والنبي انا عايزه اقول لك على حاجه. اتفضلي يا حبيبتي. ايه ماما مش تعبانه ولا ايه؟ لا تعبانه والله. امال مالك؟ اصل ماما ما تعرفش ان انا بمسح عربيات، فعايزك والنبي عشان خاطري ما تقولهاش انا بمسح عربيات، قولي ان انا كنت في الدرس. قولي اي حاجه تانية والنبي عشان خاطري، عشان ما تزعلش والنبي. طب وهتزعل ليه؟ انت مش قايله لها ليه اصلا؟ ما انا عشان ما تتضايقش، عشان هي قالت لي انت بتشتغليش يا امنيه. يعني انت بتعملي كده عشان تساعدي ماما من وراها؟ ايوه. انت جميله خالص، دي عسل خالص يا احمد. يعني امينه وعايزه تساعد مامتها. ده وايه الحلاوه دي؟ قولي. والله حد يا فيروز وحياه شبهك كده وحنينين علينا يا امنيه. هو انت عندك اولاد؟ عندي فيروز وحياه. ربنا يخليهم لك يا طنط يا رب. ربنا يخليك يا قمر. بص بقى يا ندى، تدخلي على مامتها تقول ان انت ميس بتاعتها، تمام؟ صح، حلوه قوي الفكره دي. بجد يا طنط بتعملي كده؟ اه هعمل كده. مش انت مش قايله لها ان انت بتمسحي عربيات؟ ايوه. وقايله لها ان انت في الدرس؟ ايوه. يبقى الميس بتاعتك. ربنا يكرمك يا طنط يا رب، ويخليك اولادك تفرحي بيهم وتشوفيهم احسن اتنين في العالم. بس بقى توعدينا ان انت مش هتشتغلي تاني، اي حاجه تطلبيها مني او من ندى احنا هنجيبها لك لحد عندك. حاضر. جهزي بمستقبلك بس. حاضر. تمام؟ حاضر. يلا بينا. فين ماما بقى؟ ماما اهي. ماما زي حضرتك عامله ايه؟ اهلا وسهلا. معلش زي ما انت، زي ما انت والله ما انت عايمه، والله ما انت عايمه. معلش انا اسفه. ايه اللي حصل؟ في ايه يا امنيه؟ انا اللي بتاعت امنيه. امنيه بنتك دي اشطر بنت عندي، بسم الله ما شاء الله عليها. الحمد لله الحمد لله. انا عارفه امنيه حبيبتي مشرفاني دايما، وعشان انا بحب امنيه قوي وغاليه عندي شبه بناتي بالظبط، اي حاجه محتاجاها انا تحت امرك. ربنا يعني يخليك. شوفي انت محتاجه عليك محتاجه ايه بالظبط قوليها عليه وانا تحت امرك. هو انا بصراحه يعني معلش انا اسفه هتقل عليكي.
لا ولا حاجه. الدكتور كان كاتب لي علاج وبعديها هعمل عمليه ان شاء الله. عينيا الاثنين علاجت كل يوم هيبقى عندك، والعمليه هتتعمل، ومصاريف مدرسه امنيه ودروسها عليا، اي حاجه تبقى محتاجاها عليا. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك. وهاتي بقى روشته، انا هروح اجيب لك العلاج دلوقتي. حاضر عينيا الاثنين. حاضر. في بقى دكتور صاحبي بقى كده، بصي عنده مستشفى كبير قوي، هيعمل لك العمليه. انت عندك جوهره حافظي عليها. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا وسيم. مش هتلاقي حد على فكره يحبك قدها. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يا حبيبتي يا امنيه. طول السكه واحنا جايين تقول لي ماما حبيبتي، ماما حبيبتي، ماما. انا ما طلعتش بيها غير بيها هي بس من الدنيا والله. ربنا يخليها لك. انا بحبك قوي يا ماما. انا جوزي سابني، ربنا يسهل له. ربنا يسهل له. والله ساب جوهرة وام جوهرة. ربنا يخليك حبيبتي، ربنا يخليك. شكرا يا ميس، ربنا يخليك. طب اجيب لكم حاجه تشربوها؟ لا خليكي قاعده زي ما انت بجد. بس الروشته بتاعتك فين؟ هو هجيب لك العلاج يا امنيه. تحت المخده يا امنيه. حاضر. جيبيها يا حبيبتي بسرعه. مش عارفه والله اعمل معاكم ايه، والله مش عارفه. ما تعمليش حاجه، عندك بنت زي العسل. ربنا يخليكم يا رب، ربنا يخليكم.